انت لو شفت السيف وهو نازل عليا كنت مت في جلدك. ده ايه ده؟ لا سلام اختي، دي بلاش حل، دي حلها الوحيد تروح مستشفى المجانين. عيني عليك يا اشرف، امي اتجننت وابويا الكبني بلع ورجعه 100 سنه ورا. هو الاستاذ تحسين مختفي قسريا ولا وقع في الكبناه ولا نظامه حد يسكت الراجل دوت ولا قتله ولا بعتك لتحسين خليك تسليه هناك. قوم يا جدع انت وهو، قوم خش جوه عند واصل في المعمل، يلا يلا على ما نلاقي لها حل، مش ناقصه هرتله. يلا لا ولا عليا الطلاق ادخلكم في الاوضه عند سام. لا ما دام سام لا، والمعمل فيه. ايوه تعالى تعالى والشعر الجميل على الخدود يهفهف ويرجع يطيق، حاسس بيترف لك عينيك. انا لا 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 انا عايزكم تطمنوا خالص، ما تقلقوش خلاص، انا موضب لكم خبر هايل وفظيع. خلاص نظيم هيرجع هناك مكانه، وتحسين هيجي هنا مكانه برضه، يعني المكنه شحنت وبقى الامر مستتب. يعني لما المكنه تشحن جده يختفي؟ ايه الوعد الزرقاء دي؟ طب بالله عليك اوعى تسرب شحت، احنا مش ناقصين. مش بقولك واد فاتل وعبيط ومخك ضحل ومضمحل، اطمن يا اخويا انا عامل حسابي المره دي، عامل حسابي قوي قوي. هتلاقيه واحد من اللي في اعتصام تحت طالع عايز حاجه، ما احنا بقينا قاعدين في بيت الامه. ما نشوف مين. شكله كده من بتوع قريش اللي هو شلة تداي وإنها سليمة خذاعة. ازيكم يا أولاد؟ انت مين يا عم الحاج؟ أبو لهب. معلش ثانية واحدة. أيوة برضو انت مين؟ أنا الوغد اللي خلف أهليكم الأغبياء.